فضيلة الشيخ، يقول السائل: من وصف محبة الله بأنها إرادة الثواب فهو غلط. من قال إن محبة الله معناها الثواب فهو غلطان، وهذا تأويل، تأويل باطل. بل محبة الله على ظاهرها، الله يحب جل وعلا، ومحبته تليق بجلاله، ما هي مثل محبة المخلوق، هي من صفاته اللائقة بجلاله، ولا نؤولها أو نحرفها. نعم.